ايوا هذوك اللي قتلتهم الجزائر، قتلتهم في حفرة قذات فيهم الحريقة يلوذوا على الذهب. شو تسموهم هذوك؟ شو تسموهم؟ رقاير الجزائر قتلتهم، ما لا يتكلموا الجزائر. اش قلتوا هذوك اللي قذات فيهم الحريقة مساكن يلوذوا الرقاير على الذهب؟ وشوف شو تسموهم هذوك؟ رقاير ما لا يتكلمون بهم، قتلتهم الجزائر. هي قاع البوليزاريو من عجائبها، عنها تقتل رجاج وتدير عنه شهيد، هي الكاتلته وتدير عنه شهيد. انا ما قاع ماني عارف ذا اللي قتل لعدو شهيد، وذا قاع خلاص انه كل ينبعثوا على النوايا قاع، وخالق اللي دافع عن عرضه وعن ومن اجل اعلاء كلمة الله ومن اجل الحق وكذاش، ونحسبهم الله وحسيبهم عنهم شهداء. يا قار هذا اللي كاتل الجبهة واللي تحسبه شهيد، معناه عنه شنو؟ ما انا فاهمين. يا كان الجيل البوليزاريو والمغرب اللي كاملين نعدو المجتمع الصحراوي وكاملين صايل، وعندي عنها اللي هي الحق، اللي ذوك صايلين على التراب وهجروا الناس منها، وذو صالوا على الفكر وصالوا على العائلات والأعراض. المهم عنه البشير براسه وقومه، لعاد قال عن الشهادة لما عنده 73 راح حاسب فيها ذوك اللي كاتل المغرب وذوك اللي كاتل هو وجماعته. معناه انه بعد يلطو يفاصل لنا ايه، هما ما يقدروا عدد اللي يقتلوا المغاربه الشهداء، ودول تقتل الجبهه هم اللي الشهداء، احنا ما عارفين ايهم. خلطونا الاوراق ما تلينا عارفين. السلام عليكم، صباح الخير، مرحبتي وسهلتي بكم. ساعة واد ذهب 1884، مرحبتي وسهلتي بكم. ما تينا قد نقولوا فوق ذفات قال انا لله وانا اليه راجعون. ما تقد تم الناس تموت، تموت ذنبت بدون مقابل. الناس صاروا سبع من الناحيه السابعه حسب اللي قالنا. اللهم ارحم وعفو عليهم وعفو عنهم وقبضهم بجنات النعيم. وانا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. هذا حرام حرام حرام، هذا خير وزين، ما في باس، اقعدوا كاملين قوم قوطن شطور الربط على قدكم. انت مالك الا فهم طريق المخيم الله منين، قوم كاملين قوطن شطور موريتان، قوم قوطن كاملين شطور الربط، وموتوا مره واحده خلاص راهو خلاص، يقول انتحار، قيموا كاملين مره واحده. يا غير انت خليك لي يا وجولي لي سلوك العلاجات اللي مات اهلي وذوك تلك اليتامى، تكلم عنهم، اقنعهم اقنعهم علاش تشدوا منين؟ هذي كانوا يشتري متقادين هم والعدو سلاح متقادين معاه كل شيء، وخابطهم مباشرة، ما يعود خابطهم درهم في السماء في بلد قاع ما هم ظانينه. مرحبا وسهلتي بك، وفهون الكلام، مرحبا. السلام عليكم الساقية والواد 1884، مرحبتي في الواد، مرحبا بك وسهلا. ذوك اللي في اسبانيا كافيهم شرف عنهم يرفدوا الراية ويصكوا ويصقوا تبارك الله، وذاك هو الجهاد، ذاك نوع ثاني من الجهاد غير جهاد. نحن هون أهل الصحراء، هو الشهادة، هو مرق الشلوحة، ولا هم قايلين بشي أفضل ماكم قايلين أنتم بشي، نعرفوا نحن كلكم توم منين يوطا. نحن قدو نعودوا قارين جاهلين، غير قدو نعودوا نعرفوا منين حشاكم تبول النملة يستغنى حد ثاني، يا غير ذو كيف الراية ويمرقوا ويناهضوا ويطالبوا الإسبان ويطالبوا العالم كامل بتحرير الصحراء وبحقوق الصحراويين، ولا يدخلوا القرف المظلمة موطيلات وطيلات مع قرف في دي اس تي وفي كل بلد وسائل اي انت تعرف ذيك الرواية كاملة، هذيك شهادة في سبيل الله، ونحن ما هم فخرين ولا قادين فيهم زبطة واحدة، يا غير ما حد من في دراية الصحراء ويصقوا ويعيطوا، ذاك جزء من الجهاد. مرحبا وسهلا. شمنس الشباب ما حل عينه ما هو على البصك، والحكم الذاتي البسكي وشاك عن الحياة بكيف هنا قاعد بدات، مش عارف انت للشهادة، سكت فمك سكت فمك وقعد في البسك، حليت عينك يا امس على البسك وعلى الحكم الذاتي البسكي والتمان وكتف البسك، مش تعرف؟ اتعرف شيل الشهادة ولا عندك الحق قاعد تفتي فيها انت؟ هذا ما يفتي فيه ما هو عالم من علماء اهل الصحراء، ما انت ما تفتي ولا افطان كوميسار يفتي ولا هذا المحافظ السياسي ولا العارفة ولا العارف يقدر يفتو. شوف شي من البراهيش حليتوا يامس عينكم على الدنيا كلها، حل عينه على البصك، اش تعرفوا للصحراء واش تعرفوا للفتوى فيها؟ اش تعرفوا ذا اللي خلق فيها شنو؟ وذا اللي خلق لاهلها شنو؟ والمرضى اللي مترطت باهلها شنو؟ والتشلويده اللي شلوت باهلها، والخداع اللي خلق لاهلها، والاوراق السياسيه اللي لعبت الدول، راكم عارفين هالشي، اسكتوا فمكم،
شي من البراهيش كلها حل عينه على البصك. اسكت وكل يا ورتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم وكيف أحوالكم؟ أولا حد عنده الموت ما ينقال له زغرت ولا ينقال له أفرح، هذا من باب الأول، من باب قعلة الدين، من باب العاطفة. والناس حزينة ومقدرة عليه، هذا مقدرة عليه أولادها الماتوا، وواحد جايهم يقول لهم زغرتوا يطيرك من في سدك. زغرتوا على ملتك ذيبة، قايل له هو ايوه احنا ذو الماتوا شفنا صورهم، ايوه هاي الكذيبة اللي قلت ان انت باش زغرتوا قاع عليها وتقدر تنسينا في ذا اللي شفنا، منين هو يجيب لنا صورها وتوفوا يزغرتوا يدور يزغرتوا بعد لا يجيب لهم صورها هو، لازم كل لسانه كي لسان تلقلق، ولا زاهم سبت زغرت يا غير جيب لهم شي زغرتوا عليه، مع انك ستعود تنعطل صور اولادهم موت وتقول لهم زغرتوا، ويجي ويقول لك ومتالي يشهد ويقول لك ودير لك يقول كذيبة ويقول لك انا فلان الفلان وطين طص، تعال مولا انا اللي وطين طص مكيذبة. هذه الشهادة اللي تقول لنا ايه ايوه مرقوا فيها فتوى، يمرق مفتي مرق فيها فتوى، عرفوا ان الشهادة ايها منين لا نستشهدوا، نستشهدوا مع الحليف الاشتراكي، احنا شهداء نستشهدوا من اجل الحليف المشروع السياسي الحليف القربي، هذه الشهادة نستشهدوا من اجل علال الفاسي والعبيدي. ها ايوه ترصوا رؤوسكم، والله نستشهدوا من اجل القومية العربية والقذافي، والله نستشهدوا من اجل الحكومة الاصيلة اللي هي الهيئة العامة ها والمشروع مالي الحزب الاتحاد الوطني الصحراوي، انتم منيكم لا نستشهدوا معاه، ضامن ان الشهادة هي المشاريع. ايوه نعطينا المشروع الحقيقي اللي نستشهدوا من اجله واعدين الشهادة نعطونا، قايل لك بعد عني انا بعد ما نلاقي نوقف مع الالفاس ولا افطن القومية العربية ولا افطن الاشتراكية ولا افطن ما نلاقي نرصف وعد الناصرية والكادحة، ما لله عاد وانا عارف عني ما نلاقي نعود بزرهم، انا لاقي نلود الشهادة حقيقية حق بقى. هذه رواية حق حق كلكم يجي يمر في الخلق ويمر في الادمية ويمر في الشعب، لماذا تمروا في الناس؟ اوفا امرك برا يا واقول الحقيقة للشعب، قولوا الحقيقة، جاينا هون تبربر تبربر تطاول علينا هون وتنفخ شنوقك يا نفعي، ايش عندك من الشهادة؟ وليد بوي ايش عندك؟ اوقف جاي طمعيهم، ايوه هي المشاريع دي هي المشروع الاشتراكي والمشروع القربي، حاق بقى تناطحوا وانا عتبينهم كيه بالون يخبطني ذا ويخبطني ذا. ايه وانا بعد قطع عني بري هذا المشروع ما جبته، ذري قال له مشروع الاشتراكيه ولا جبت مولي مشروع الراس الماليه، انا بريء، تميت قاعد في الترابي لايت العطالي قرعتي يقطعوها لي نصارى معايا اللي رصفت انت عليا يا اخويا جابك يا علال الفاسي، هذه هي المشكله حق حق، تقول لي رصف العود مع علال الفاسي، رانك اذا عدت مشروع علال الفاسي رانك وعد الجنه اتبع يا عمري. ويا علي سالم ولا سويح شر رجلي كامل اللي في البصك، لكن هو توه يشدق لك هون وهم هما يقد حد با يطرح عليهم رواية مرتزقة، قول لي علاش؟ لأن وراك لقى جميل عود هم ولا هي يطرح رواية ياخذ عود مطروحة على أساس واضح، هما في البصك يجبروا 1000 وضرك زادت 70 وكلها تاكرة قد واللي عنده الدار ما هم خلصها والدفع شور 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 المنظمات مولي كلها واقف رافد ما خلته ينعطالوا لك وشات ينعطالوا واللبن وجميع اللي قبال شمونك عنده ما هو زاقل شي منجيبه وذيك 1070 يزرقها في لبنته ويجيك طالعون ويقول لك انت هي نحن على العهد عهداش عهد ليوذة وقيطة مامي ذيك والله هي الشي نقالها هؤلاء عندكم انتم من العهد وتشيطن الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 18-84 تعازينا الحارة للشعب الصحراوي المغاترين، الشعب الصحراوي لعائلات هاي الشهداء، اللهم ارحمهم واعف عنهم وتجاوز عنهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم منبر الساقية والواد، مرحبا مرحبا نافعي.
نفعي يا غالي لا نخاف عليك يا نفعي أمام الله سبحانه وتعالى باللي لا يتحاسب علاه، لأنك توجه للناس للانتحار، نظرك راك مشروع انتحاري، فهمت؟ وهذا راه يحرم الله سبحانه وتعالى يا نفعي. كان عليك أنا فقط راني خايف عليك أمام الله سبحانه وتعالى من الحساب. ابدأ براسك باش تكون عبرة لهو الشباب. والله لا ذاك يا نفعي، والله أو نتمنى لك الله الخير، نتمنى لك ذاك اللي الضر إن شاء الله تجبره. يا غير بالنسبة لي أنا نفعي، أنا الحمد لله ما عندي أدنى مشكل، المنطقة عايش فيها وبداري فيها الحمد لله، وندخل ونمرق بأمن وأمان، ما عندي أدنى مشكل، بالعكس مشكل عندنا لا مع البوليزاريو. والله أو نكذب عليك، الإشكالية الكبيرة اللي عندي أنا مع البوليزاريو يا نفعي ما ومع الصحراء الحمد لله عايش فيها وبداري فيها الحمد لله وبعائلتي وباهلي فم كامل اللي عندي راه ولا فم، ما عندنا أدنى مشكل ولله الحمد. والله والله مشكلتي أنا بعد شخصيا لا مع بوليزاريو. والله مرحبا نفعي يا غير الله، رد بالك راك تشارك في جريمة وتشارك في ذنب أنك توجه الشباب للانتحار. والله مرحبا علي سالم والسويح، اش طاري فيك شماسي؟ لو خلاك ملاك حاسب شاء الله لا حسيت به، صرفتك بعد ذاك ما يقدوا يجاوبوك عليه، كاملين ما يقدوا يجاوبوك عليه. هذه 22 في المذر في اسبانيا اللي اكثريتها راهي في البصك تطايح، متمتع بالحكم الذاتي وقابض ليوذ وكل منظمة مسجلة عندها، ما الله قاع اللي في واحدين ثانيين يعدلوا نوع من الأمور، العياذ بالله مخالفة للشرع، ألحهم فيها الطمع، أعماهم الطمع، إلين عادوا الشرع بعد قاع يخبطوه من أجل كانهم تعود المرأة عندها إفادة والراجل عنده إفادة، ويجيك واحد هون ويشد لك ويقول لك المقاتلين اش هربكم عن النواحي، ما تقيسوهم والله انتم سامحين للناس عنها تموت وتموتهم هم كلكم يذري في المنابر ما يزقل فيه ما هو يدير الكونكس هو يتم يذري، والله كلها يتم يجمع لين كانوا ملي اللي ما التحق به عياله يوخض عياله ملي وتركه، وذيك الناس اللي بقات في مواحلة قارقة يتموتوا ويشيطنوها فعنها مدى مسيكينة مقلوب على مرها، وماذا يقول لك نحن اللاجئ ما يحق لكم لاجئونكم نازحين، ثم كلكم جايب وثائق شرعية وقابض فيزا ومعناها عنك نازح منين هو ولاجئ منين هي، ما هي خالقة. مرحبا نافعي، مرحبا عوراني، جد لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قتال المسلمين بعضهم لبعض حرام حرام حرام، فهمت؟ هذا قتال حرام لا يجوز لا يجوز يا نافعي من أجل أمور دنيوية، وهذا كامل لدور البوليزاريو أو يدور المغرب يسمى أمور دنيوية، فهمت؟ لأن علاه لو كان الناس في المنطقة يضرك يا 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 نفعي محتلنا دولة كافرة ومساجد مقفولة وشعائرنا الدينية غير ما نقدر نصومه محرم علينا، ذاك الوقت من حقك يا نفعي تدافع علينا يا غير الحمد لله احنا وسط دولة مسلمة، المساجد مفتوحة 24 ساعة، الآذان كامل، مشاعرنا الحمد لله الدينية والدنيوية نقوم بها داخل المنطقة، لهذا حربك يا نفعي هي لا حرب دنيوية من أجل المال وتوف، ما هي من أجل الدين، بمعنى حرب حرام حرام. والمنتحر ملي حكمه عندكم قطعا وحرقاش منتحر الشهادة ما يرتمي بها، وقيس للأسفل الأسفل من النار، إيه تو مشيتهم عنكم تتخبطوا شي من المفاهيم، أنتم قاع فاقدينها، عميتوا ما عطيتوا تخلبط عليكم كل شيء. مرحبا وسهلا وأهلا منبر الساقية والواد، مرحبا حمدها، مرحبا، والله صحيح 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 ولد بويا، أنت دولة عاتنة عليك، دولة أجهزتها جيشها النظامي المتكون بتحالفاتها الكبيرة، تجيب لها مجموعة من الشباب مساكين كان عايش في الباسكة وعايش في وتقول تعالى إله تعالى للجهاد، ويجي مساكين وتعطي ذاك الكلاش، شنو يزيلوا الكلاش اليوم
زمن الكلاش ولا هذا ما هو زمن الكلاش، ما هو زمن ذوك الشعارات والمفاهيم. اليوم واجهوا المغرب والمغاربة بالعلم، واجهوهم بالتكنولوجيا، واجهوهم بالتحالفات المتينة. اخرجوا من ذاك المربع الجزائري اللي انتم متحانوا فيه، يعطيكم ذاك الفتات من السلاح. ايش كانت الجزائر حتى الفتات ما تلا تعطيه؟ هذا راهو يسمى انتحار يا عباد الله. مجموعة من الشباب مساكين تجيبوهم من 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 هاي الدول وتطرحوهم في في في, في النار في جهنم. زمان الشعارات والكلاش راهو ولا يا جماعة الخير. الكلاش ما هو مزي شيء، الكلاش اليوم مشى وفات اخباره. وهذه مولي على سبيل المثال، هذا الشعب وهذا الزام لك حل اللي في الصباد 16 حركة، اي حركة منهم ضامن الجنة؟ مشروعها السياسي هو اللي ضامن الجنة. اطرسونا يكون ضامن الجنة مولي يقولها. وهل النظام الجزائري كدولة متقدمة متطورة او موريتان او المغرب ضامنين الجنة؟ ضامن هالمشروع الموريتاني بسياسته ودولته العصرية؟ والله الجزائر والله المغرب ايكم ضامن الجنة؟ ما رقولنا فتوى، لكن هون وتو يجي لك انت الفتوى وتو اراني له نكتب لك شهيد. ماني عارف ايك حياة اخرى وذاك عمل اخر وذاك اخبر فيها الله تبارك وتعالى، اخبر فيها الله تبارك وتعالى هو الخبير في ذاك، هو العليم بعلم القيب، هو العليم بما يدور في الانفس والعقول، وهو العليم بما يدور في المشاريع السياسية التي سيست والتي صنعتها رجال من بني آدم. أنا مواطن من الشعب بسيط، ولا انتيت لا نقدم كراعي ولا نقاسب، خايف من لقمي يقوم بيا إلين السيري نأسيري. عنك عندك الحق والله ما عندك الحق، والله لا نوقف عن داري ولين رصف حد على عرضي والله ممتلكاتي ها لا يندافع عنها حق بعض، لا يندافع عن ممتلكاتي ومنزلي وعرضي ونسائي وأبنائي ودمائي لا يندافع عنها. هاي الحقيقة وهاي جاي وهاي جاي نطبقوه. قال أنا ما مرصف علي أحد، ما رصف حد على مقاصينتي ولا حيواني ولا صاقيبلي ولا رصب حد مولي على عرضي ولا ادخل شور داري يبطش فيها. وهي جاي راني نحانيك، لا يتجبرني فهم شهيد بعد. قلت لك هذه لا لا يتعدلوا، لا بد تأخذ علي بعد، تأخذ علي حال تأخذ علي جستي بس تلحق ذوك ذوك العزايز، لا بد تأخذ علي انا هو الاول. اما المشاريع السياسية وتناطيركم هون وكلها ينترشروا النار الخبزتو ها باش يطيب بها خبزتو، لك ما هو خالق ايك ما ثلاث خالقهم. عرفوا ان ايكم عنده الحق وايكم عنده المشروع. يا كان هجماعة علال الفاسي والعبيدي ايه، ويا كان هجماعة مظاهرات الطنطا ايه، والله جماعة مولي الجاية من موريتان عقبة كادحين والناصريين والنهضة لكم اللي حد مشمعة ممات الجنة لا يتنعطاله ايه، وخرصونا مولي ذاك رجانا من عند القومية العربية والقذافية ذاك مولي فيه الجنة. ايه والله الجنة، الجنة من دافع عن عرضه كيف قلت. او انتم كاملين هذه الهيئات السياسية وهذه التوجهات كاملة رصفتوا على عرض اهل الصحراء ظلمتوها، رصفتوا على عرضهم، رصفتوا على باتيقهم، رصفتوا على كولتهم، رصفتوا على الشيء لا ناقة لكم فيه ولا جمل، وعلى سياستهم الى ابقاوا يعودوا اسبانوليين ولا بقاو يعودوا انجليزيين ولا بقاو هناهم عصبانية 100 سنة اخرى. طبعا بعد ما يدخلكم اذا ما دخلكم معنا عنكم انتوما دم هدر جاي صايل على اهل الصحراء. ايوا انا شلاين واسي هذا اللي هي حقيقتكم يا نفعي. ثم شنو ثم لا تتصاوع ولا يبدا فرعيك اذا هو ماشي ليه تجيب العيال وتقول للناس قيموا هربوا وحاربوا. انا كيفك انت وانا ما فيا عقد كيفك انت بريط متعبك اللي انت ومجنك الله فهمت، وانا صبانيه ماني فيها
يعني فيها معني كيفك انت اللي تعيبها وتنحس قدحانها انت يرسل من رجلي يعني ان الكريم عين الخنا اللي بمعزلي حد عيبته لا عاد تجنى شوره ما عيني فيها لانه جنته لا يقبضها يعني كيفكم انتم اللي تطايحون بين المنظمات يقال انا كان الهدف في اسبانيا وقستها لا ياك نشوف الواحد انتم فيه شنو هو وعرفتوا تو قبضتوا خلاص عنكم ماكم واحدين مشيتوا لا مدوته من المرتزقة قوتوه ما يضحي علش ما الناس اللي قال سردها يكان تحيلها لانه فات من هذه الكذب وتو لا تتماشى الكذب والمسرحيات يا والخيمة الكبيرة والرجل اكثر يتر واحد فيه الا المسرحيات كيف يقول لك واحد انا مؤمن مؤمن قهوه ما هو فاصل معنى كلمه مؤمن المؤمن معنى عنه رقاش روايه مجسدها لان الايمان فعل والاسلام كلمه واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله قال ما هو مؤمن هم يقول لك مؤمنين نقول لكم عنكم كذب عنكم ماكم مؤمنين يقول لك انتم مؤمنين تعودوا جسد وتقعدوا على ارض الواقع وواحد قاعد في الباص كيجبر 1070 قاعد والمرأة اللي كاتب لها عنها ما هي معاه وعن التركة ما هم منه هم راهم أولادهم من لحم وشحمه كاتب عنهم ما هم منه يا كانوا يجبر هو شوي وهي شوي إذا تعرف ياسم الأمور القوس فيه يقبض شيء الأخلاق ما شرف عني مدش هي قبال اللي بايح لها عنها مرتزقة ويقول لك واحد مقاتلي تقع لي كيفك يسكت أنت شرعا مجرع عليك براكة الدياثة والعياذ بالله هذا شناه ما هو قول قالوا شناه العياذ بالله وكنا نسمعوه لا كان جاد علينا لأنها ما تقد صح لأنه لقاش يقول عنه مؤمن وهو يعد هذا النوع من الأفعال هذا يحرق كان بي أي لقاع اللا دينيين اللي ما عندهم دين لا ما جاوا عليه ما لقاع يذوك اللي ما عندهم دين إلا أشرف من ذي الطائفة إنها عماتها الفضة وعماتها الخزو كامل ما نلقى على خالق من الرواية الثانية تنضاف من اللي هذه الفضايح ذا الرجلي يعني ياسر منهم انه مناضل ويدافع قال هو عن المشروع وهو قابض الإفادة في فرنسا اللي ضد الجبهة ضد هذا المشروع اللي قال هو عنه يدافع عنه فعلا عنه مشروع الله إلا مشروع أنا دائما معاكم في هاي كلمة مشروع لأنه قطعا المشروع مبني على معيار مادي في محر انتم الناس اللي ماشيين معاها من هي قولوا ان الناس اللي ماشيين معاها من هي ايش دخلك مشاكل المغرب والله الجزائر ايش دخلك لا تموت في مشاكل المغرب والجزائر وتقول ان انا شهيد ها والله تمشي مع مد اخرى ام اللي هي ام اللي طاحت الفجر على مد اخرى وتقول ان انا راني شهيد مشيت معه هذا ما هو معقول تقولون هذا ما طونا شيء يقنعنا شوي حتى في مفهوم الحروب الخصم من يعود أقوى منك وانت متأكد عن أقوى منك وانت ما عندك آلية الردع يعود هجومك انتحار والناس توتف ما عندها شراد عبي وتفرق شوية من الشعارات ويجيك واحد وينعت لك شوية من الذاخرين خبط في السماء طلقات رشاش يخبطوا في السماء والله الأربيجي والله الدوست ماشي تخبط في الهواء ويقول لك نحن لقد قصفت منين صفت الرقوق الحمر معوال مين هو مرحبا والسويح يا والسويح انا قاعد هون نتكلم لا على صوره عامه ونناقشوا انا وانت من يعودون بيننا صراع وانت اقوى مني يا علي سالم والسويح اقوى مني وانا عارف عن اني ضعيف ما نقدر نقول ماشي قيسك لان مشي يسارك هو انتحار والمنتحر حكم ولذوك هو الى عتف على المؤمنين اذا هو حكم الشرع يقول له ايوه ايش قال الله يتريالك هو ما هو معك وله عايشك ما هو زاقل فيك ما هو يقمص تليفون وتوه يتم يذري وراه يحسب انت شهر له يموت ياك تدخله في الكويت وذيك النحاسة والله المنظمات انت يعطوا ياك يقول مطرطك صور النصارى يعيب اليهود قال قاعد عند النصارى ويقبض من عندهم حتى مولي لقمة العيش من عند النصارى طبعا نوع من المفاهيم تخبز عند الرجل مرحبا الخيمة الكبيرة اش طاري فيك شماسي يا مبارك مانك حاسب شي الله لا حسيت به الحمد لله حتى انا مولي لا قلت لك عن الحديث يقول عن
إذا تقاتل المسلمان القاتل والمقتول في النار، فهمت؟ يقال قاع هو بيت القصيد هون اللي مقيوس، لأنه هو أكثر اللي يذرهم في المنابر، هو ما هو متواجد في هذا اللي يدعى. والإيمان فعل مقرون بالفعل ما هو بالقول، لأنه إذا ألجينا للقول في البقرة شو يقول؟ يقول الذين يقولون ما لا يفعلون، وذوك ينطلق عليهم لأنهم توه مسلمين، ومسلمين هذه مفتوحة. ولكن علاش مميزين المؤمنين؟ لأنهم المؤمن مقرون قوله وفعله، إيه والرجل اللي راعي ذري في المنابر كده يقول لك عنه مع الشهادة، إيه وهو ما هو مجسدها. هل كل عاتف مفهومه هو هذه الليوذة اللي قابض، والحكم الذاتي والتمتع بحق المواطنة في أسبانيا، وعندهم المواطنة ثانية في أوروبا؟ ما نعرف يا قريبي، ما نعرف. هذه هي اللي تخبطت الرواية هون، تخبزت. وثانية ياكم اللي نزيد نرجع معاك اللورة، المفهوم الشعب والقضية وما أدراك ما ذلك، هذه المفاهيم المتشعبة، لأنه هو فاقد الشيء لا يعطيه، ونحن ما يقدر يجيب لنا حد شو يعطيه، انه هو اصل ما هلو ولا عنده به درايه. هذا اللي جاونا وفرقلونا وجابونا ذا، انت تعرف سابقيانا عنهم ما عندهم علاقه بذا. واكد الوقت عنهم دخلونا في مازق لا ياكل لين وخذوه قاع نهائيا. ومده تقعد وتخمم وتشاور عقلها وتشوف، لان الحروب ما قد تعاد تودل شيء. أقبض وقع تجربة من اليابان. اليابان مرة دخلت حرب طاحنة مع أمريكا، وانتفات فيها اليابان. عقبوا قعدوا وتفاوضوا وقعدوا على الطاولة، وشوه اليابان اليوم منين؟ وألمانيا اللي انقسمت على طرفين، وعقبهم اللي أوعى الشعب وفار على الشيوعية وضم شعب الثاني، وشوف ألماني اليوم. أنت مو الحين ماشيين على هذه الترهات والأساطير، ونعود ورقة في أيدي المادة الثانية تلعب مصالحها هي بعيدا عن نحن. هذا بلا معنى. وإذا هم اللي ما أكفاهم باش عرف عنهم قبال الارتزاق ومجسد فيهم، ما أكفاهم عادوا هم اللي مين في البصك يطيروا من اللي شاروا فرنسا، ويدفعوا هم اللي فيها أوراق ثانية، ياكل هم اللي تموا ذيك المدة الشهر يجبروا هم اللي شي ثاني، أسعف عنها مدة مسيكينة مقلوبة على مرها وتوف. السلام عليكم ورحمة الله، من برساقي والواد. مرحبا حمدها، والله لو خيرت كبيرة وخيرت. إيش حالك؟ زين حالي وحالك ياك؟ لباس بخير الحمد لله، ما شاء الله لا ريت باس الحمد لله. وقع يا حمدها، والله العلي العظيم يا نفعي، الله يوفق ان شاء الله في حياته، ويوفق جميع الصحراويين اللي في الشتات. يا غير نخاف على نفعي انه راه يوجه الناس بخطاب انتحاري وهو قاعد في اسبانيا، هذا هو الخوف. يا غير انه يعيش حياة كريمة، والله من حق نافعي ومن حق حمدها ومن حق ولد السويح ومن حقنا جميعا أننا نعيش بالحياة الكريمة في أوروبا، كيف ولاد إبراهيم غالي وولاد هاي القيادة كاملة اللي عايشة في إسبانيا، كيفهم جميعا تمتعوا بهاي الحياة. يا غير أننا نخاطبوا الشباب اللي ما هو جابر فيزا وقاعد في المخيمات، نتمو نخاطبوه بخطاب انتحاري، وحنا نعرفوا بأن الجبهة حاليا ما عندها سلاح نوعي لمقارعة المغرب، بمعنى راك توجه الناس للانتحار، فهمت يا حمدها؟ وهذا الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه، لا يحاسب عليه نفعي، لا يحاسب عليه حمدها، لا يحاسبنا كامل على هذا الخطاب الانتحاري اللي نوجه الشباب شور الانتحار. يا غير ما اللي نفعي أو جماعته يلطهم يبدأوا براسهم باش يكونوا هما المثل الاعلى وقدوه لها الشباب. والله مرحبا حمدها. مرحبا والخيمه الكبيره، او هذا هو بيت القصيد هون حق بعد، انه هو سبب الهلاك، وسبب اندثار هذا العنصر، وجهض هدفه واصوله الى بر الامان هو فعلا هذا النظام. لقد هذا النظام حول
فساده وخبثه الى المنظومة كاملة، حتى نزلها شور القاعدة اللي حتى هي القاعدة ضاعت وعات تايها وتوفوا، وهذه أطلقاج ينطلق من ذو ويعرفوا. يا أبا الشهادة ما هي خالقة، ما هي خالقة، هذا نوع من المسرحيات والخزعبلات ضيعون به وفرقون به، ما هي حق، الله ما هي حق. لأن الحديث الشريف يقول عن المسلم القاتل والمقتول في النار، إيه وكيف هذه الشهادة؟ ثانية إذا قال الله يتراجع خاصك بتمرح مو كام يدعوا الشهادة، هم يطايحوا عند منظمات النصارى، يصاوعوا قيطة ويصاوعوا شوي من الخزو وآلة الدوش وآلة التركة شوي من الخزو، وكل هناكر تركتوا قالعهم من أجل كانوا يجبر شوي، هو حد انكر تركتوا يتكلم قاعد عن الشرع ما شرع عن الرجل أبيه مثل الوجه. يا أبا هذه الرجل ما قد يستوعب به القضاء عنه يفهم عن الدولة أين فيه الحقوق، رجاج البلاصة اللي قاعد فيها وعنده وثائقها وجابر حقوقه فيها ومتمتع بجميع أصناف الكرامة، هذا هو الوطن وهذه هي الدولة اللي جديرة بالاحترام. يعني لك على رجلي عنه شم المرتزقة ما قر فيه خير، حتى الأرض اللي أعطاته التواقط ومخلص تراقد ما قر فيه.